السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون احوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الوصفة اللي كتخلي واحد اللي في الخدود ديالكم زوين بزاف، واحد اللي فيه طبيعي. فحال الا راكم دايرين فاغاجون، هاد المكونات ديال هاد الوصفه ما غاليينش بزاف وتقدروا تلقاوهم في اي بلاصه. المكون الاول اللي غنحتاجو في هاد الوصفه هادي اللي هو كما كتشوفوا معايا هنا، دم الغزال ولا العكر الفاسي المغربي. هو هذا، هذه هي الكميه اللي غنحتاجو في الوصفه. ما غاديش نديروها كامله، المهم انتم عينكم ميزانكم. تقريبا غادي ديروا راس معلقه صغيره ممسوحه ديال العكر الفاسي. وهنايا عندي هاد الكريم هذا ديال فيرون لوفلي، ها هو هاد الماركه هادي. غادي نحلها لكم باش تشوفوا كيفاش غتجي من الداخل. هاي البنات، هاد الماركه هادي هي اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه ديال اليوم. هنا عندي هاد القرعه هادي ديال الزاج كما كتشوفوا، هاي غسلتها مزيان وحقمتها، هي اللي غندير فيها الكريم ديالي. اول حاجه بعدا غادي نديرها، غادي نشد هذا الكريم هذا ديال فيران اند لوفلي. غادي نكبو هنايا في القرعه عندي كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه ديروها البنات وتخليوها في الخدود ديالكم واحد تقريبا واحد نص ساعه، وغسلوا وجهكم يعني ما تخرجوش بها للشمس. حقاش معروف ان فيرون لوفلي معروف ان الا كنتو كتخرجوا به للشمس راه ما كيكحل لكم البشره ديالكم. معروف هاد الماركه هادي كتحل البشره مع تعرض لاشعه الشمس، وانا شخصيا تنديرها من الليل كنبات بها كاع في وجهي، وغد لي كنوض نغسل وجهي في الصابون عادي. كتخلي واحد اللي فيه زوين بزاف في الخدود بحال الا راكم دايرين الفاغاجو. المهم انا درت هنايا تقريبا ما درتوش كامل، درت غير واحد شويه منه، درتو في هاد القرعه كما كتشوفوا. غادي نزيد عليه دابا واحد شويه ديال هاد العكر الفاسي. بامكانكم تضيفوا حتى هذا جوج شعيرات ديال الزعفران الى عندكم. انا هنا استغنيت عليهم، واخا عندي كندير غير هاد العكر الفاسي. هاد الوصفه هادي كانت عطاتها ليا واحد الصديقه ديالي وجربتها، وصراحة لقيت عليها النتائج زوينة. غادي نزيد مازال واحد شوية العكر الفاسي. غادي نخلط العكر الفاسي، وزال بزاف البنات لهذا البشره، بالخصوص الا لقيتو الاصلي. والتفران لوفلي الاصلي راه واحد النتيجه زوينه بزاف كتكون على البشره. نتوما جربوها وردوا عليا في التعاليق، وما تنساوش البنات دعموا القناه ديالي، راه المشاهده عندي ناقصه بزاف هاد الايام. كنتمنى لكم تدعموا القناه وتشجعوني باش بحال هكا نزيد نعطيكم المزيد ان شاء الله من الوصفات. كما كتشوفوا عاود تاني زدت العكر الفاسي اللي عندي اللي باقي ليا هنايا. غادي نخلط مزيان الوصفه ديالتنا، غنحرك مزيان مزيان تتندمج ليا كاع العناصر مع بعضياتهم. حاولوا الا كانت عندكم نتوما شي بواطه كبيره على هذه وتكون ديال الزاج، كنعاود ناكد تكون ديال الزاج، ما ديروش ديال البلاستيك غيكون احسن. المهم هيا البنات ملي حركتها كما كتشوفوا، هادشي اللي بقى في المعلقه ما غاديش نضيعو، نديرو على وجهي عليكم دابا في يدي كيفاش كتجي. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي علاش ديري لينا كثر الوصفات، علاش كديري لينا الوصفات في هنا ديال اليد، لحقاش هنا تنشوفو تيبان مزيان ليكم في الكاميرا كيفاش داير القوام ديال الوصفه. المهم علينا، انا غادي نديرها لكم هنا باش تشوفوا. هانتوما كتبقى بحال هكا وصافي، هانتوما كتناسو بيها. الا بغيتو تناسو بيها، ما بغيتوش خليها واحد نص ساعه وغسلوها.
وردي عليا في لي كومونتير، كتخلي واحد اللون زوين بزاف في البشره ديالكم. نعطيكم المعلومات على هاد الكريم في لوند لوفلي. حاولوا كما قلت لكم تاخذوا الاصلي، لحقاش كاين المقلد وكاين الاصلي. بالنسبه لهاد الفروند لافلي كيحتوي على فيتامين بي 3 اللي كيلعب دور كبير في التفتيح ديال لون البشره بطبيعه الحال مع المداومه مع الاستعمال، يعني ماشي ديروا غير المره الاولى راه يفتح لكم البشره ديالكم. كيحتوي كذلك على فيتامين سي اللي هو واحد الفيتامين اللي كتحتاجه البشره ديالنا بزاف، اللي كيعمل على تقشير البشره وكيزيد الطبقه الخلايا الميته. داكشي علاش انكم تردوا البال، ديروا اتونسيون البنات ما تخرجوش للشمس نهائيا ملي ديروا هذا الكريم هذا، باش ما يخليش لكم تصبغات ولا شيء اثار في البشره ديالكم. العكر الفاسي، احنا بالدارجه المغربيه تنقولوا ليه العكر الفاسي، وفي الدول الاخرى الا ما كانوش عارفينه راه تيسميوه يعني باللغه العربيه الفصحى دم الغزال، وهو عباره على واحد البودره حمراء اللون كما كتشوفوا، كتكون مطحونه، كتستخرج من اوراق زهره شقائق النعمان لتنظيف البشره والتعقيم ديالها وتنقيتها من الاوساخ. كيمنح البشرة واحد الإشراقة زوينة بزاف، واحد اللون اللي هو طبيعي بين الوردي والحمر، كيعطي كذلك البشرة واحد النضارة واحد الإشراقة واحد اللمعان. وانتم ردوا عليا إلا جربتوا هذه الوصفة هذه، ردوا عليا البنات راه زوينة بزاف البشرة، كتخلي فيها واحد الفي زوين بزاف، واحد النضارة واعرة البنات. الا ما بغيتوش ديروها مع ديروا العكر الفاسي مع فيرون لوفلي، ديروه مع الماء الورد. انكم كيفاش انكم تميزوا بين العكر الفاسي الاصلي ولا العكر الفاسي المقلد؟ الا خديتوا العكر الفاسي ديروه في شي كاس واحد شويه منه، زيدوا عليه الماء. الا شفتوا انه داب بالزربه وما خلى لكم حتى شي ترسبات ولا حتى شي حاجه في القاع ديال الكاس، عرفوه راه هو اصلي. الا خلي لكم ترسبات في الكاس، يعني بقى في بقى داكشي في القاع ديال الكاس، عرفوا ان هذاك راه مقلد. العكر الفاسي الاصلي خصو يذوب كامل ما يخلي حتى شي حاجه في الكاس. بحال الا كديروا شي فنيده ولا شي هذا شي فنيده ديال الراس في الكاس وكتكبوا عليها الماء، بحال هكا كيذوب دغيا، كله سيذوب ما كيخلي حتى شي ترسبات ولا شي حاجه في القاع ديال الكاس. المهم هذه نصيحه بغيت نعطيها لكم بهذه الوصفه ديال اليوم. نتمنى الاعجاب ديالكم، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوا في القناه ديالي ما كنتوش مشتركين. وخليت لكم براحه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.